تخيل أن الأرض توقفت عن الدوران يوماً ما، وأن غداً لن يأتي مجدداً. بدأت الحياة بالانهيار، ولكن إذا تمكنت من الهروب إلى مخبأ تحت الأرض فقد تكون لديك فرصة للنجاة. في الواقع فإن المعدل الطبيعي لدوران كوكبنا هو 2004 ساعة كل عام بسرعة 1040 ميل بالساعة. هذا أسرع من سرعة الصوت، ولكنك لا تشعر بذلك. لذا عندما تتوقف الأرض فجأة في الثانية الأخيرة ستعود تضم الفوضى كافة أرجاء سطح الكرة الأرضية، المنازل والسيارات والسفن والطرق والأشجار والحيوانات السطحية، وأي شيء على سطح الأرض سوف يطير في السماء. الأعاصير ستظهر وأمواج تسونامي ستضرب أرضنا. آنذاك قد تفكر بالاختباء في مخبئك تحت الأرض حتى تنتهي الكارثة. بعد يومين تخرج إلى سطح المخبأ لتتفاجأ بالمياه تتدفق بداخله. لقد عمت المياه السطح ووصلت لملاذك الآمن. لقد أصبحت تائها في نهر من المياه، ولكن لحسن الحظ تمر سفينة كبيرة بها ناجين آخرين ويأخذونك على متنها. تنظر من حولك لتدرك أن المياه غطت كل شبر من الكوكب. منذ أن توقفت الأرض عن الدوران اندمجت كل القارات وأصبحت قارة واحدة. أنت وزملاؤك الناجون تقضون رحلة طويلة في أشعة الشمس الحارقة، وأخيرا يحل الليل. في الواقع لم ينتهي اليوم، ولا يعتبر الليل هو من أتاك، بل أنت من ذهب إليه، لأنك ببساطة وصلت للنصف الآخر من الكوكب، حيث الليل الدامس والبرودة المطلقة. أنت تقترب أخيرا من خط الاستواء ويمكنك رؤية اليابسة، ولكن للأسف كل شيء متجمد هنا. لقد تجمد هذا الجزء من الكوكب وبات غامسا في ليل ليس له نهاية. فكرة التنقل للعثور على طعام تبدو مستحيلة. آنذاك تقرر الذهاب إلى الجزء الدافئ من الأرض. المفاجأة أنك لم تجد سوى صحراء جرداء درجة الحرارة بها مرتفعة للغاية، لدرجة تجعلها غير صالحة للزراعة. هنا تبدأ تدرك خطر ما أنت على وشك مواجهته. ولكن لحظة، لا تزال هناك منطقة تجمع بين الدفء والبرودة اللازمين. أحسنت، إنها المنطقة الحدودية بين نصفي الكوكب، حيث تحظى بظروف مثالية تصلح للحياة، حيث يمكنك مشاهدة غروب الشمس والاستمتاع بالفجر اللانهائي. وأخيرا حان وقت أخذ قسط من النوم، ولكن هناك مشكلة أخرى. لقد تضررت ساعتك البيولوجية بشدة بسبب النهار الطويل والليل اللانهائي. على كل، استطعت في الأخير من تجاوز تلك المشكلة، والآن يمكنك بناء منزل وحتى البدء بزراعة طعامك، ولكن ليس لفترة طويلة، لأن درجة الحرارة باتت تنخفض بسرعة كبيرة وتصبح أكثر برودة وأكثر قتامة في الخارج. هذا بسبب عودة الأرض للدوران مجددا، ولكن ببطء، أي أن الظروف المناخية ستنعكس بشكل جنوني. آنذاك لا يسعك سوى بناء منزل متحرك والتنقل به بين جانبي الكوكب الحار والبارد. ربما يكون حلاً مناسباً، ولكن لما ذلك الصوت الذي تسمعه في مستودعك؟ قد يكون بسبب تعرض الأرض من جديد لموجات تسونامي. هذا بسبب تغير شكل الكوكب من دائرة مفلطحة قليلاً إلى شكل كروي مثالي. هذا من شأنه أن يصيب الكوكب بتقلبات مناخية وكوارث طبيعية عدة. لحسن الحظ أنت تمتلك قارباً صغيراً، حيث ستقوم بتكرار نفس الرحلة بالتنقل بين أقطاب الأرض للبحث عن اليابسة. ولكن تلك المرة ستواجه خطر الإشعاع الفضائي. أعتذر لك، فقد نسيت أن أخبرك أن المجال المغناطيسي القديم الذي كان ينشأ بفضل دوران الأرض كان يساعد حمايتنا من الأشعة فوق البنفسجية. والآن بعد أن ذهب مع توقف دوران الأرض فأنت بلا مأمن من أخطارها. حفر نفق من جديد؟ حسناً، هذا يبدو جيداً. ستقوم أنت وزملائك الناجين بحفر أنفاق تحت الأرض، ولن تذهب إلى السطح بدون ارتداء البدلات الوقائية. ولكن لم يتبقى أي نباتات أو أشجار أو حيوانات. ستقوم إذن بزراعة القمح والنباتات تحت الأرض باستخدام أفكار معقدة. أما إذا توقفت الأرض تماماً عن الدوران فهذا هو السيناريو الأروع. إذا توقفت الأرض عن الدوران حول الشمس فإن جاذبية الشمس ستجذب كوكبنا بسرعة كبيرة، بحيث لن يكون لدى الناس الوقت لإنشاء مركبة فضائية ضخمة لإخلاء كوكبنا. في الواقع هذا السيناريو ليس ضربا من الخيال، فسرعة دوران الأرض حول الشمس تتباطأ بمرور الزمان. فمثلا منذ مليارات السنين كانت تدور بسرعة أكبر، لذا كان اليوم ما بين 14 إلى 18 ساعة. لذا يقدر بأنها تتزايد كل سنة بمقدار 2 ملي ثانية. أما إذا بدأت الأرض بالدوران عكس اتجاهها
وهو سيناريو مستبعد نوعا ما، فلن تجد أي شيء كما تعرفه. الصحراء ستغطي أمريكا الشمالية، وستكون أوروبا الغربية أكثر برودة. وسط أفريقيا ستملأه الغابات والحقول، وستظهر الأشجار الكثيفة والأنهار والبحيرات في الصحراء الكبرى. لك أن تتخيل أنه في الحقيقة كانت دولا مثل فنلندا والسويد والنرويج وكندا تتمتع بطقس دافئ طوال العام، إلى أن تحولت اليوم لمناطق شديدة البرودة. هل تخيلت كيف سيبدو الكون مع نهار لا منتهي أو ليل دائم؟ حسناً، ليس عليك الانتظار حتى تتوقف الأرض. يمكنك الذهاب إلى دول الشمال القطبي والاستمتاع بيوم قطبي يبدأ من الربيع وينتهي في الخريف. ولكن دعني أحذرك، ذلك الشروق الأبدي قد يصيبك حقاً بالاكتئاب.